السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا قبل رئيس حسن من موقع قناة ويب دوت كوم. لو عايزين تساعدوا الدروس بتاعتنا بشكل منظم ومرتب خشوا على الموقع بتاعنا. لو انتوا عايزين تضيفوا أي استفسار في ويب ديفلوبمنت أو ويب ديزاين برضه خشوا على الموقع بتاعنا، إن شاء الله هنتابع معاكم في أسرع وقت. دايما في الدروس اللي بنحاول نعملها إن احنا بنحاول نقرب الناس من سوق العمل قوي، تمام؟ لأن في كيسز كتير بتحصل في سوق العمل، فبنحاول نقربها ونديهم حلول بالنسبة للكيسز دي يعملوا فيها إيه بالظبط. من ضمن الكيسز دي اللي بتحصل وخصوصا كتير جدا في الوطن العربي بتاعنا، ان انت بيجي لك عميل محتاج موقع مش كبير وفي نفس الوقت السعر بتاعه او البرايس بتاعته قليله جدا او شيب، تمام؟ فبيبقى عندك هنا دروب، هل انت ترفض الموقع عشان السعر قليل بالنسبه لك ولا تكسب العميل وتعمل له الموقع بتاعك؟ فبيحصل دروب هنا بالنسبه لك طبعا، لان في مواقع زي مثلا زي المدونه، واحد عايز يعمل مدونه بس مش عايز يعملها وورد بريس او بلوجر او ايا كان نوع السي ام اس، الجهاز اللي هو معظم الناس بتشتغل بيها، هو مش عايز كده، وعايز حاجه كاستمايزنج خاصه بيه باللارفل مثلا. فموقع مدونه مش كبير في نفس الوقت هياخد منك مجهود، فلما تيجي انت تقارن بين مثلا سعر الوورد بريس مثلا ماكسيموم 1000 جنيه مثلا في المصري، تمام، على انت مثلا اقل سعر حاجه كاستمايز انت تعملها مش هيقل عن 1000 ونص 2000. فانت هنا هتبقى بتظلم نفسك لو انت اشتغلت الموضوع من اول لاخر. فمن المبدا ده كله احنا النهارده قررنا نعمل السيريس اللي انتوا شايفينه قدامكم دي، هنعمل مدونه خلال ربع ساعه بكتير جدا جدا ان شاء الله. ازاي بقى؟ طبعا احنا زي ما قلنا بنحاول نقرب من سوق العمل ونعرض الناس كيسز معينه. المهم نبدا على الشغل بتاعنا. محتاجين لارافيل 5.3 شغال طبعا، اوكي. طبعا لازم يكون لارافيل 5.3. لو انتوا مش عارفين ازاي تستخدموا لارافيل 5.3 خشوا على الاقسام، خشوا على لارافيل 5.3 او الدرس عندنا خالص تحت، هنلاقي هنا كيفيه تنصيب لارافيل 5.3. سطبوه وتعالوا نتعرف بقى على حاجه اسمها فويجر. ايه فويجر دي؟ فويجر دي هي عباره عن باكج لوحه تحكم ادمين، بتديك كل الامكانيات اللي انت ممكن تحتاجها في المدونه، بتديك اقسام، بتديك ميديا مانجر يعني تقدر ترفع صور وتقدر تدفع تتحكم مع الصور الكلام ده كله، تديك كمان اخبار، تديك صفح، تديك يوزر سيستم، تديك رولز، تديك كل اللي انت عايزه في المدونه اللي انت ممكن تعملها. تعالوا نبدا نشوف ايه هي الفويجر دي. اي فويجر ميسنج لارافيل ادمين، تمام، هي عباره عن لارافيل ادمين. طيب تعالوا عشان ما نطولش على نفسينا ناخد الكلام ده كوبي. هو عباره عن باكج عادي بتسطب خالص اللي هي كومبوزر ريكواير، وتكتب اسم الباكج، هنروح نحطها في التيرمينال بتاعنا ونستنى لحد ما تسطب، وبعدين بيبدا يقول لك حط اداه الداتا بيس. تعالوا نروح نعمل الداتا بيس بتاعتنا بي اتش بي ماي ادمن. تعالوا نعمل حد داتا بيس، نعمل داتا بيس جديده وليكن مثلا بلوج، اختار بس الكوليكشن بتاعها، كرييت، اوكي بلوج، ناخد بلوج دي كده كوبي. طبعا نروح نفتح بقى المشروع بتاعنا بال بي اتش بي ستور اللي موجود على الديسك توب. ابل ديسك توب، فولدر اسمه فويجر، كود، اوكي. هنروح طبعا الفولدر على ملف الانف، احط اسم وعندي اليوزر اسمه روت، مفيش باسورد. تعال نروح نتشيك كده لسه بيحمل، تمام كده المفروض انا عملت الاعداد بتاعتي، تمام. تعال نروح نرجع تاني للدوكيومنتيشن بتاعها، بيقول لك انت تحط سيرفر بروفايدر. طبعا السيرفر بروفايدر ما احاولش دايما احط سيرفر بروفايدر غير لما الانستليشن يخلص، لما ده يخلص، لان انا لو حطيت سيرفر بروفايدر ممكن يديني ايرور في الانستليشن، فلو حتى لو عايز احطه لازم يبقى اعمله كومنت. فتعال نروح نحطه كانه كومنت، فروح هنا على الاب، على عذرا على الكونفج، على الاب دوت بي اتش بي. بص هنا لازم اعمله كده لحد ما ده يخلص، او ما ده يخلص هشيل الكومنت بتاعي. طيب المفروض بعد ما نخلص الكلام ده المفروض هنعمل p
بي اتش بي ارتزن فويجر انستول. طب استاكد خلص ولا لا؟ لسه هو عشان بس بيسطب باكجز كتيره متعلقه بيه. يعني هو بيسطب هنا مثلا انفرتيشن خاص ايمج اللي هو بيتعامل مع الايمج بيعمل لها كروب بيعمل لها ريسايز بيعمل لها كده كله. دي باكج اصلا موجوده على الانترنت ممكن تسطبوها. هو بيستخدمها بيستخدم حاجات كتير جدا فيها يعني. طيب احنا ممكن نستنى لحد ما يخلص والدرس الجاي ان شاء الله نكمل. اشوفكم الدرس الجاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.